رح نشوف أول صورة معنا لليوم اللي هي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. صورته على الشاشة صارت. تحدي اليوم أنك تسمي ثلاثة رفضوا إقالة رياض سلامة. ثلاث أشخاص أو منعوا. ثلاثة رفضوا إقالة رياض سلامة. منعوا إقالة رياض سلامة. الرئيس نجيب ميقاتي. أوكي. والرئيس نبيه بري. والوزير جنبلاط. وانا ماني مع اقالته هلا لانه ما في ما بعرف يعني شو لو انت كنت بالسلطه كنت بتمنع اقالته؟ انا كنت بحاسبه تشوف اذا غلطان. وين غلطان؟ هو غلطان او الدوله غلطانه؟ عرفتي كيف؟ اذا هو مادد ايده على المال العام عمره ما يرجع يتحاسب، بس اذا هو مدين الدوله طب ما هلا طب امبارح مجلس النواب اقر قانون يزيد الرواتب مرتين، منين بدو يجيبوا المصاري؟ بدو يطبعوا رياض سلامة. يا هلا كمان مرجع من سبله ليش مشيت الرواتب؟ قانون، في حدا بيمشيش القانون؟ وكل المصاري اتخذت بقوانين. يعني نوعا ما عم بتبرر له انت. المشكلة انه انت بدك شيء. انت مش عم تنظري مثلي من موقع الحيادي للموضوع. ما عم برر له شيء، عم بقول لك علقيه بجراي راسه نزوله رجلي طلوع اذا غلطان. اوكي. بس انه انا ما في اتجنى على الناس لسبب سياسي. بس انت ضمنيا يعني اذا انا بدي اعين حاكم مصرف لبنان، ما بتجنى على حاكم مصرف لبنان. طب بس سؤال، انت ما بتعرف ضمنيا انه هو غلطان؟ بشو؟ بدي ما بدك تشرحي لي. ما كان عارف انه السياسه هيدي اللي ماشيين فيها رح توصلنا لهون؟ ليش انتم ما عرفتوا وقتها لما كنت صرخ لكم؟ لان احنا بنفهم بالسياسه. لا لما انا كنت صرخ لكم من زمان. انت مين كان من إلك؟ سنوات. اوكي مين كان يقول لك؟ كانوا الخبراء اسالهم ويقولوا لي يعني انه نحن واصلين غلطان. لا انه واصلين للدمار بسياسه الدوله الماليه. شو هو بيحط السياسي لحاله؟ لا بس هو بيعرف يعني هو متآمر مع الكل. يا حبيبي يا لك ما تهربي من الموضوع. كل الدوله متآمره على مال الناس. الدوله كلها سرقت مال الناس. وجزء من الشعب سرق مال الناس. في معطرين هالمودعين اللي دفعوا دم قلبهم وجنى عمرهم اجوا حطوه وامنوا لناس حراميه. ما تقعدوا تحكوا لي بالتفصيل، مش اذا الك طار على رياض سلامي او الك طار على وزير الماليه. لك انا عم بقول لك مش انت كمحامي الشيطان أوكي. انت أوكي. او انت الك طار على نبي بري او الي طار، مش هيك السياسي. انا بشتغل ايش هاي؟ أنا هيك بشتغلش. أنا بدك تيجي توضحي لي. أنا بعرف إذا الدولة دفعت ال 65 مليار اللي عليها ما بيعود عندنا أزمة. يلا خلك تدفعهم. يطلع علق نجيب ميقاتي يقول هو دايم مع الدولة كرئيس حكومة. في يعملها رئيس جمهورية في وش يعملها، ورئيس المجلس ما في يعملها، هي بدها رئيس السلطة التنفيذية يعملها. في إلكم معنا 65 مليار مأمنين ونحن معنا ندفعهم تخلص كل الأزمة. تخلص كل الأزمة. ليش بدكم ضحايا على طول؟ ليش هالاجرام روح الاجرام المتاصله عنا هطول بنك؟ يلا ذبحوا، يلا تنبسطوا. بس واحد ينذبح تبقوا انتم مبسوطين. انا بس ينذبح الخروف فل من قباله في طبع. انا ما بحب اذبح الناس خاصه بس يضعفوا. خاصه بس يضعفوا طبعا تعتبره ضعيف. هلا هو اذا واحد قوي بضعف. هلا كل الناس بتبل ايده فيه اسهل شيء هو. بس ما بتقول مثلا الناس انه المجلس النواب اللي كان يعمل القوانين ويدفع بموجبها هو اللي كان يعطي سلف الكهرباء 30 مليار هو. طب انا صايره معي شغله شو؟ رياض سلامي قال لي لالي خي اذا بتمون احدا انا بعطيهم 4 مليار يجيبوا الكهرباء 24 ساعه لان انا عم بدفع لهم مليارين بالسنه كب. بعطيهم 4 يا خي. انت ما كنت وقتها بتمون على حدا؟ ما مع مين بتموني؟ ما كانوا عمالي بيسرقوا من الفيول كلهم. هاي من كم سنه؟ ما كانت الفيول أوكي. تتوزع على الكل يا حبيبتي. هيك من كم سنه عم تحكي الخبريه انت اللي قال لك اياها؟ من 10 سنين 12 سنه. من 10 12 سنه ما كله الملف عارفينه احنا من اوله لاخره. شو هو وزير الطاقه اللي بيسرق؟ بدل وصوله شفافه لوزير الطاقة ب 200 300 ألف دولار بالشهر حصته بيعطوه يمكن. عرفتي كيف كانوا؟ كانوا؟ يعني في وزارة طاقة كانت مع شو صار الخلاف وقتها بين يعني كل وزارة الطاقة كانوا يعملوا معهم هيك؟ لا مش كل وزارة، في وزارة ما كانت تقبض. في وزارة كانت تقبض؟ في وزارة كانت تقبض أكيد. شو يعني ما كان شو اللي كان شو يعني
وزير جبران باسيل بيعرف هذا الموضوع. شو بترجع بتفوتيني على التفصيل؟ بعرفش والله، سألي انا ما بعرف. ما عم فوتك على التفصيل، انت اللي بعرفش اذا بيعرف. سألي له انه شو معنى 300,000 دولار، سألي له بيعرف او بيعرف، شو بعرفني انا؟ مش سأله. لو كامش على شيء بحكي، ما كمان لو كامش شيء على جبران باسيل بحكي، ما كمان بعض الناس بدها جبران باسيل ضحيه، بدها تذبح جبران باسيل، بدها اياك تشاركك بذبح جبران، يعني اعطيني ملف عليه تذبحه. انت لو محله كنت بتتخلى عن وزاره الطاقه ولا بتخليها معك؟ قلت له إله، مش شو خليك لإله، ما إله. قلت له صرت قيل له يا مرتين ثلاثه. شو قلت له؟ قلت له اترك هالمجرور، اتركوه، اتركها لازم. طيار لازم يترك هالمجرور بقى. طب شو لانه كل الحمله اللي انعملت على الطيار لو ما وزاره الطاقه ما كانوا قدروا طلبوا بشيء. صاروا الناس صارت وعدوا بالطاقه 24 ساعه، طب ما مين عرقل الطاقه؟ طب مين عرقل المصاري؟ ما تعرقلت مجلس النواب، ما هلك بتشوفوا بس تجي الكهرباء تاني يوم بتعرفوا مين كان موقف الكهرباء هالسنين هاو ثلاثة هلا. يعني هلا انا عم بدعي تجي الكهرباء، بس ان شاء الله تجي ما ترجع تتعرقل. مش رح تتعرقل، رح تجي، رح تجي. يعني انت برايك بواحد تشرين تاني بتجي الكهرباء؟ انا مش بوقع بعد جمعه يعني جمعه تاني يعني حكي. هلا نحن عم نقول انه رح تجي هالقد يعني، بس رح تجي ان شاء الله. خلينا نشوف الصوره الثانيه لو سمحتوا، غير صوره رياض سلام. برأيك أنت اليوم مين عم بيسهل سفر اللبنانيين السوريين الفلسطينيين بالبحر؟ العصابات، العصابات مين عم بيوديهم أمنية؟ عصابات أمنية، عصابات أمنية مشاركة. قالوا لي في أمنيين بيقبضوا مصاري حق الرأس، والمركب اللي بيقبضوا عليه بيمشي، المركب اللي ما بيقبضوا عليه ما بيمشي. والأهم شيء الدولة هي مسؤولة، لأنه الفقر هو المسؤول طبعا. بالشمال أنا أتمنى على الرئيس نجيب ميقاتي وبمحبة بقول له اهتم أكثر بمدينتك، اهتم أكثر بمدينتك، هي أغنى الأغنياء، هي اهتم أكثر بمدينتك أنت وأغنياء طرابلس. صفدي كمان. والمسؤولية الثالثة على الناس اللي عم تروح كمان، شو ما عليها مسؤولية يعني. عم يدفعوا 5,000 دولار. طب كمان عليهم مسؤولية، ليش عمال يعني في ناس ليش بتروح؟ ليش بتعمل هيك؟ هربا مظبوط، في فقر في كذا، ولكن الفقر ولكن ما بتعتبر يعني، بس يروحوا يجربوا هونيكي، عرفتي كيف؟ ايه؟ بيعرفوا أهمية بلدهم الناس. ليه؟ والله عليكي بدي اقول لك شغله، كل المطارات بتفتح لإلي، وين ما بدي بيستقبلوني بأي مطار، فيش مدينة بروح لها إلا ما كثير ناس بتتمنى تعزمك وبتتمنى تشوفك وبتتمنى تستقبليها. وين ما كان كل هذا العالم في أمريكا، بس كل هذا العالم وحياتك ما ببدلوا بقعدي بالحقل عندي، وحياتك ما ببدلوا بقعدي بالحقل عندي. هل قد بتحب بلدك؟ أكيد. شو بلدي؟ هذا 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 لبنان، هذا هذا جدودي وجدودك دافعين ثمن كل صخرة فيه، كل سندياني فيه، كل زيتوني فيه، كل حبة تراب فيه مدفوع حق دم. انت قوية ببلدك، ما في اقوى منك ببلدك. وين ما رحتي اوعى تفكري في بلد ممكن يحضنك مثل بلدي. روحي شوفي اللبنانيين هني، ولك روحي شوفي كيف عم يبكوا بدهم يجوا على البلد رغم كل شيء، ولك بلد بلا كهرباء، ولك بلد زعران كله، ولك بلد تشليح، بلد سرقة، بلد نصب، بلد احتيال، ولك بيعملوا حالهم بجمعوا صريتهم بيجوا بيصفوها. شو هاللبناني هذا؟ عندنا مليونين ونص سايق. شو هاللبناني هذا؟ عن جد شو هاللبناني؟ لبناني هيك. قديش شو يعني عن جد قديش حلو يعني، شو حلو هالموضوع؟ رغم كل شيء كانت السياحة اليوم عنا عامة بالصيف. طب. إن شاء الله هلا تكمل معنا للأعياد. ما هي بدهم يوقفوا نصب شوي كمان على المؤسسات السياحيه والكذا، بدهم يخففوا شوي، مش انه هلا بدهم يطايلوا كل خسائر السنوات الماضيه بسنه. طيب خلينا نشوف الصوره الثالثه لو سمحتوا. بدري ظاهر مدير عام الجمرك. بدري طالما صار له موقوف هالفتره معناتها الزلمه. خلينا بس شوي نعطي معطيات شوي عن بدري ظاهر بما تبقى معنا من الوقت اليوم يسمح لنا. سنتين وشهرين تحقق معه بس ساعتين، وطبعا كان في ظلم بالمعامله معه عن غير مدراء وزراء وقضاة، علما انه الباخره لما فاتت هو ما كان له دخل ابدا بالمرفق يعني.
لا من قريب ولا من بعيد، وفي وثائق بتثبت هيدا الشيء، رح نرجع نعرضها بحلقه ثانيه لما بيكون معنا وقت بحلقه تفصيليه اكثر. اليوم بدري صار له سنتين وشهرين بدري، وفي اخرين كمان اليوم موقفين. لمين بتقول بتحديكم انه لا بدري رح يظهر من الحبس؟ لانه الكل عم بيراهن انه هن ما بدري، ما رح يظهر. مش هيك السؤال، مش هيك بينطرح. انا مع كل واحد مظلوم وموقوف. انا انتقد قضاء لديه جبن لا يجرؤ على اطلاق بريء. اذا ما عليهم شيء لا ما بيطلعوا، بري ظاهر والاخرين كلياتهم يعني لا ما بيطلعوا. وبعدين شو بتكلف يعني طالعوا بسند اقامي او طالعوا خذوا الباسبور ومنه منعوا من السفر، بس ليش اذلال الناس بهذه الطريقه؟ هذا بلد، هذه دولة لن تقوم طالما تستمر بظلم الناس بهالطريقة. وهذا ينطبق على المسجونين اليوم بالسجون. صار ميت من رأس السنة لليوم حوالي 27 واحد بالسجون، لا في اهتمام طبي، لا في تغذية، لا في دواء. أصلا العسكر مش عم يأكلوا، كيف بدهم يطعموا المساجين يعني؟ فهذا موضوع يا جماعة، يا جماعة الخير، يا بستحق لكم يا أوادم، لأنه بيلحق ضميري. ولك شي مرة ضميركم يتحرك، ولك الواحد بيعيش له 70-80 سنة يا عمي، في محل بده يوقف يقول أنا بدي أوقف أمام ضميري، بدي حاسب حالي قبل ما أتحاسب عن ربي. هذا ينطبق على كل الناس. أنا لا أقر الظلم من أي جهة أتت ومن يعني طب انت بموضوع برايك لوين رايحين، وخاصه من بعد اللي صار انه ما تعين قاضي رديف؟ ما حدا رح يسترجي فلتهم هلا، ما رح يتعين قاضي رديف، بده يجيك شي قضيه تانية تنسيكي هيديك القضيه بتصير. يعني حكى اليوم بجريده الاخبار مطولا انه السفاره الالمانيه صارت عم تتدخل بهيدا الموضوع، ليه برايك انت في ما تدخل؟ بعرف، ما عندي معلومات بصراحه، ما عندي معلومات. معقول يكون مصيرهم مثل مصير الضباط الاربعه في قضيه الشهيد رفيق الحربي؟ هلا صارهم سنتين، سنتين وشهرين صح؟ وهلا مين بيقول لك بيتفاهموا على سنتين بعد سنتين على الموضوع؟ تيح الحلو، اسهل شيء طلعوه براس الصغار كبش المحرقه هم. ايه طبعا، خروف العيد 17 موجود مثل رياض سلامة. ما ليش قلت لك رياض سلامة؟ لان ليش قلت لك رياض سلامة؟ قلت لك في 100 حرامي سرقوا الدولة وصرفوا المصريات اهم من رياض سلامي واكبر منه كانوا باللعبه. ليش بدك تيجي تستضعفي فلان تتركي فلان؟ ليه؟ لانه ما بنقدرش لفلان نستضعف هذا. انا ضد المنطق بكل صراحه، بقول لك ضد المنطق وراح ضل ضده يعني، بكيش تقنعيني غير هيك. لا انا مش عم بقنعك، بس التوقيفات اللي عم بتصير بحقه كمان انت ضده؟ لمين؟ لرياض سلامي. توقيفات شو؟ بحق رياض سلامي اللي بتصير. حسب على شو بتستند؟ غادعه؟ القاضي غادعه؟ ما بكفي النيابة العامة توقف أو هي تلاحق، بدك تشوفي المحكمة شو بتقول. لأن النيابة العامة بتظن، اسمه قضاء ظن. يعني أنا إذا ظنيت فيكي في لاحقك، بس مش يعني هذا أنه هذا الحكم. يعني مثلهم هن هلا عم بيظنوا فين هن بعدني ما تحاكموا يعني. طب ما قلنا لك شو ما عم تقلي نفسه. خلينا نشوف الصورة الأخيرة لو سمحتوا. اليوم ما بين سليمان فرنجية وجوزيف عم حفظ الألقاب طبعا، لمين بتختار لرئاسة الجمهورية؟ ماني نائب أنا تختار، ولكن في يعني في توازن اليوم اللي عم تعمله أكثر من نائب، بس بدك تتهرب من السؤال يعني. في توازن، في توازن. لا بدك تختار شخص اليوم. لا في توازن، انتبهي. لا في توازن بالحظوظ. لا في توازن بالحظوظ. طيب ما فيك تجي واختار شخص. لا في توازن بالحظوظ؟ ايه طبعا. ما في حدا حظه اكثر؟ لا ابدا اثنينهم في توازن بالحظوظ. والمساله تتوقف على خيار جبران باسيل. في عنده جبران 18 نايب مع الطشناق 21 صاروا. هن بيقرروا الحسابات. هلا في تقريبا 50-54 مع سليمان فرنجية. اذا اجوا ال20 هوديكي طلع سليمان. وفي بعتقد مع جوزيف عون اذا مساله حسابات نيابيه بس
40 أكثر شوي كذا، كمان إذا إجوا هوديكي بتصير طبعا بيجيبوا آخرين. ف من هيك بيصير في فراغ أشهر، وبعدها حسب كيف بتركب الاتفاق. كيف رح يركب الاتفاق؟ هيدا اللي بهمه المواطن اليوم، كيف رح يركب الاتفاق على مين برأيك؟ على واحد منهم. وفي احتمال فلتة الشوط على طول واردة. فلتة الشوط على طول واردة. يعني بتبلش برأيك؟ بتبلش فلتة الشوط من ناجي البستاني لفريد البستاني لإيمير رحمي لزياد بارود لنعمة فرام لهودي، عرفتي كيف؟ يعني لوديع الخازن، لا في اسماء مطروحه يعني منا ابدا بالصوره، مش حصرا جورج خوري، في اسماء كثير مطروحه، يعني في اسماء كثير عم بيتم التداول. سمير عساف اجى قعد هون قالوا لي فتره وعمل لقاءات، كمان اسم موجود يمكن. طب انت برايك بين الصورتين اليوم مين برايك بيقدر يرجع شوي ينهض بالبلد اذا خلوه؟ اثنينهم عندهم الامكانيه. مين اكثر شوي؟ اثنينهم عندهم الامكانيه، هيدي ما مش قدره شخصيه. مين بيقدر يامن حشد؟ اكيد مش قدره شخصيه. مين بيقدر يامن حشد عربي ودولي؟ مين؟ للنهوض. طيب مين؟ ما بقول لك، ما يمكن سليمان يكون عنده اوراق، وعنده اوراق كبيره بايده، والعماد عون عنده أوراق كبيرة بإيده، بس اثنينهم في مصلحة للبلد يجي واحد منهم. وبرأيك الحزب لمين أكثر؟ واضح الحزب منه مخبي حاله. الحزب إذا قدر يجيب سليمان بيجيب سليمان، بس الحزب مش مسكر الباب بوجه العماد عون. برأيك حظوظه عربيا أكثر لجوزيف عون لقائد الجيش؟ ممكن ممكن يمكن ممكن خليجيا يعني ممكن، اكيد ممكن، ايه ممكن. بس بدك تشوفي كمان في العامل المحلي له دور هلا اكثر من العامل الخارجي هالمره، الى حد ما ايه، بتوزع الكتل الحاليه في عامل محلي، في عامل محلي، لانه عاده مش معدوم العامل المحلي، الاجنده الخارجيه هي اللي بتحكم هون. ايه لانه كان في 4-5 ويصير في اتفاق معهم تركب له. هيدي المرة هالرئاسة هلا والأربعة كانت يعني يتفقوا السوريين وال يعني كيف ركبت الرئاسة؟ اوكي. يعني ركبت مرته الماضية على أيام ميشيل سليمان السوري والسعودي، السين والسعودي. سين ركبوا. ما هذا اللي بدي لك إياه. ركبوا بال 2000 و هيدي المرحلة فترة الرئاسة قد إيه الأجندة الخارجية رح تحكم؟ قد إيه الأجندة الخارجية رح تحكم؟ ما حدا مهتم فيكي، ما في اهتمام كثير. فمشان هيك هالمره رئيس محلي صناعة صناعة مش صناعة محلية، القرار المحلي له دور، بس ما حدا مهتم فيك، العالم مهتم بحاله هالمرة، رئيس لبنان العالم مهتم بمشاكله. وعلى فكرة يعني مين بيقول لك انه الحرب باوكرانيا ما تتوسع؟ وهي المشكلة الكبيرة. تتوقع ضربة نووية بأوروبا؟ آخر سؤال لحضرتك. هيدي مين بده توقع. فيه يتوقع؟ أنا أتوقع بأنه الحرب تتوسع. كنت تتوقع الحرب الأوكرانية تتوسع. في سؤال في قبل شهر، كنت قبل جمعتين سألتك هيدا السؤال وقلت لي رايحين على حرب. مزبوط. تتوقع هيدي الضربة؟ بعدني بذكر هيدا الشيء. إذا حشروا أفضل يربحوا. يخلصوا إيه؟ أفضل يربحوا، إذا عقلوا الأمريكان والأطلسي وربحوا بيوفروا على العالم كثير. وفروا على حالهم كمان كتير على العالم. شو على حالهم على العالم؟ أنا بدأت